أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تمارين شوتينج بها كومبينيشن كثير، يعني بها ربط كثير وعلى هدفين، وبنفس الوقت مجموعة من اللاعبين يدربون. إذا كان بإمكانك أن تجعل كل مجموعة بلون واحد يكون الأحسن، أنا لأجل سهولة الرسم. وإن كان الفريق كله يتدرب على هذه الفعالية اللي تسمى shooting after combination، التصويب بعد ربط، فهذا أسهل وأحسن للفريقين. المدرب لا يتدخل، كل ما عليه أن يعطي الإشارة ابدأ، فاللاعب اثنين واللاعب أربعة يستلمون من المجهزين اللي على أطراف الساحة اللي معاهم الكرات، يمررون إلى أربعة واثنين، أربعة واثنين يستلمون الكرة، يعملون دحرجة باتجاه العلامتين اللي بالوسط، ويمررون كرة باتجاه زملائهم خمسة وثلاثة، يعني اثنين يمرر الثلاثة وأربعة يمرر الخمسة، اثنين ثلاثة وخمسة يهاجمون الكرة، لا ينتظرون الكرة بمكانه، يهاجمون الكرة. فثلاثة يستلم الكرة ويهاجم الهدف ب، بينما خمسة يستلم الكرة ويهاجم الهدف أي للتصويب على المرمى. يكون دور اثنين متابعة كرة خمسة المصوبة على الهدف أي، ويكون واجب أربعة بعد التمرير هو متابعة الكرة اللي صوبها اللاعب رقم ثلاثة على الهدف ب. يبدلون المكان، يشوف على رقم الأماكن، يشوف على الأرقام 8 8 8 8، هاي كلها تبديل مراكز. يعني اللي مرر الكرة مثلا راح خلف مجموعة اثنين، واللي منا من هنا خمسة ورقم آخر مرر الكرة إلى أربعة راح خلف مجموعة أربعة. زين، اللي مرر الكرة عرضيا للاعب المقابل وتابع الكرة المصوبة يروح خلف مجموعة ثلاثة وخلف مجموعة خمسة، بينما ثلاثة وخمسة اللي استلموا وصوبوا يروحون مكان المجهزين، الأسهم تدخل ذلك. كل رقم ثمانية، يعني كل رقم هنا ثمانية يعني تحرك اللاعب لتبديل مركزه والانتقال بدل زميل له، اللي هو بنفس الوقت انتقل من أجل تدوير اللاعبين على المناطق. تمرين ممتاز، تمرين بالكثير من مما يعرف بآلية الدحرجة والتمرير والركض، الدحرجة والتصويب ومتابعة تبديل مراكز. اللاعب راح يؤدي من كل مكان، يؤدي كلاعب دحرج، يؤدي كلاعب ممول، يؤدي كلاعب مستلم، يؤدي كلاعب يخترق على الهدف البعيد ويصوب ويتحول كلاعب كذلك متابع للكرة المصوبة قوام الراجعة والكرة الثانية، يكون بخليط من فعاليات بدنية فنية ممتازة. المساحة هي عبارة عن 20 في 20 ياردة، يعني بين الهدفين 40 ياردة، واللاعبين خارج الأربعين ياردة على بعد 15 ياردة من أجل الدحرجة بس. والمسافة بين اللاعبين المجهزين واللاعبين المدحرجين هي عبارة عن 15 ياردة، ما يزيد أكثر من ذلك. يكون العمل جيد ويكون عمل أمتع ما يمكن في تمارين تأتي بعد فترة الإحماء. أنا من أقول أمتع ما يمكن، أنبه على أهمية أن يتمتع اللاعبون بالفعاليات التدريبية. يجب أن يتمتع اللاعبون بالفعاليات التدريبية، لأن التدريب هو ليس فقط انضباط فني وتكتيكي وأوامر عسكرية، لا أبدا، تعطي فسحة مما يعرف ب الإبداع الذاتي للاعبين. يعني أنا ما أجبر اللاعب كيف يمرر بعد الدحرجة من 2 إلى 3، أترك خيار أن يمرر،
وما أجبر اللاعب أنه يغير مكانه قبل أن تنتهي الفعالية، وما أجبر اللاعب أن يسند التصويبة في مكان ما من الهدف. هدف كبير أكون أنت 15 ياردة تشتغل داخل 20 ياردة أو 18 ياردة أو خارجها، فتترك حرية التحرك للاعبين، لأن من يقرر الحركة مو المدرب وإنما وضعية اللاعبين الثلاثة. هذا تدريب بسيط وتدريب أعتقد في نوع من التغيير. التغيير اللي أضفناه هو ببداية استلام الكرة والدحرجة والتمرير، ضفنا إضافة أنه تبدأ الفعالية من المجهزين الاثنين 14 و15 ومن خارج منطقة الجزاء، يعني على حافات منطقة الجزاء، لأن هناك 15 داري الدحرجة ثم يصل لاعب إلى حافة منطقة الجزاء ثم يلعب إلى زميل المقابل وتنفذ بقية آلية الفعالية. شكرا جزيلا، وأذكر أخ وإخواني يريدون شهادة مشاركة، أنا كل اللي أفعله أذهب إلى البروفايل مال المشارك أشوف هل مشارك هو وياي، راح تطلع عندي هل مشارك ومنتقل الفعاليات اللي أنا أضعها والمواضيع اللي أنا أضعها على صفحته أم لا. إذا لا، إذا هو ما مشارك رغم أنه هو متابع الحقيقة. المشاركة هي اللي راح تحدد التعامل بين الموقع هذا وبين المتابعين للموقع. مشاركة تشارك تشارك، ما تشارك انت ما مشارك، كيف امنحك شهادة مشاركة رغم انه انت يعني بعض الاحيان تحلل بعض الاحيان تقول شكرا، لكن انا اريد مشاركة. الى الان لم يدرك البعض شنو قيمة المشاركة. المشاركة يعتقد واحد اللي يدفع فلوس، لا أكون تحت أفلامي تحت مواضيعي كلمة اسمها اشتراك، اشترك لي أو شير يسموها، يعني اشتراك أسوي كليك وانت الموضوع. شكرا جزيلا، الله يوفق الجميع إن شاء الله. أنا موفق المولى، شكرا.